بمدينة وجدة ينظم الملتقى الإعلامي الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالقاعة المغطاة 16 أغسطس تحت شعار التوجيه السليم أساس النجاح الدراسي والمهني. الملتقى المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق لفائدة تلاميذ سلك البكالوريا عرف مشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، حيث شكلت أروقتها الخاصة فضاء للتواصل مع التلاميذ. شارك معنا هذه السنة ما يفوق 35 مؤسسة، كتتكون مؤسسات تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، كذلك مؤسسات خارج الجهة من الرباط، من فاس، من كناس، بالإضافة إلى القطاعات المكونة بالجهة، مكتب التكوين المهني ونعاش الشغل، كذلك القطاع المعادن وقطاعات أخرى. كتستهدف هاد التظاهرة واحد ما يقارب واحد 3000 تلميذ في السنة الثانية بكالوريا. جيت هاد النهار هنايا باش نعرف الآفاق اللي كاينين مور الباك، باش نعرف الآفاق اللي كاينين، وباش نعرف شنو داك الشيء اللي غادي يوالم الشعبة ديالي، واللي غادي يوالم القدرات ديالي مور الباك، واللي كيناسب لي زانتيغي ديالي. الملتقى يرم إتاحة الفرصة للتلاميذ من أجل اختيار جيد وسليم يمكنهم من النجاح في مسارهم المهني ومن الاندماج السلس في الحياة المهنية تماشيا مع سوق الشغل.